ولرصد المزيد من أجواء عيد الفطر السعيد ينضم إلينا مراسلنا من بغداد تحديدا كورنيش أبو نؤاس محمد فراس. أهلا بك محمد في الحصاد. يعني محمد أرصد لنا حركة المواطنين ثالث أيام عيد الفطر في بغداد تحديدا حيث تتواجد، وهل لا يزال الإقبال كبيرا على الأماكن الترفيهية؟ نعم، كل عام وأنتم بألف ألف خير، عاده الله عليكم باليمن والبركة. نحن في كورنيش أبو نواس الذي افتتح مع حلول عيد الفطر، أول أيام عيد الفطر افتتح جزء الأول أو الجزء الأول منه، الجزء المقتطع من الجزء الأول 600 متر فقط من أصل كيلومترين من بداية جسر الجمهورية إلى ملعب شهداء الكرادة. هذا الكورنيش المهم اللي أهمل لفترة طويلة، أهمل لعشرات السنين، وكانت دعوات العراقيين لأن يعاد تأهيله لأن يكون المتنفس العائلي الأكبر كما هو فعلا الآن. إقبال كبير على هذا الكورنيش في هذه الساعات وفي الساعات في ساعات المساء الأولى مع الأجواء التي لا تشهد ارتفاع في درجات الحرارة في هذه الأوقات، أجواء ربيعية جميلة جدا التي صادفت مع عيد الفطر المبارك. بالتالي هنالك إقبال كبير من العائلة العراقية على هذا الكورنيش وعلى الجزء الأول من هذا الكورنيش، مدخل واحد فقط، المدخل مزدحم جدا، بالكاد استطعنا الدخول إلى هذا الجزء من كورنيش أبو نؤاس الذي سينتهي بجسر الجادرية والذي بدأت إعالة إعماره الحكومة العراقية من جسر الجمهورية تحديدا الذي هو خلفي. مباشرة البهجة والسرور والفرحة على قلوب العراقيين، السعادة غامرة على محياهم خصوصا بعد الاستتباب الأمني الكبير وتجاوز الملف الأمني بشكل متقدم من قبل القوات الأمنية، والأمن الذي يشعر به المواطن العراقي، الأمن الانفلات الأمني في السنوات التي مضت كانت تنغص للعراقيين فرحتهم. بالتالي الاستتباب الأمني تسبب بإعادة الفرحة في قلوب العراقيين والبهجة، وأيضا عادوا لإحياء طقوس العيد بتلك الفرحة التي قد افتقدوها لسنوات عديدة. المراكز المناطق الترفيهية الأخرى والمنتزهات الترفيهية الأخرى أيضا هي تكتظ بالبغداديين وتكتظ بالعراقيين أيضا القادمين لباقي المحافظات. حتى هنا التقينا بعدد من الذين قدموا من محافظة البصرة، من محافظة النجف إلى بغداد إلى كورنيش أبو نؤاس تحديدا. نعود إلى ذكر كورنيش أبو نؤاس الذي أهمل لسنوات، كان في هذا التوقيت تحديدا وفي هذه الأيام في العام الماضي والأعوام التي سبقت مظلم تماما، لا تستطيع العائلة العراقية الدخول إليه خوفا من الظلمة الشديدة التي كانت في هذا الكورنيش، رغم أهميته ورغم حيويته ورغم موقع المهم اللي ومكان المهم أيضا ونهر دجل المحاذي إلى شارع أبو نؤاس، وشارع أيضا معروف بجماليته وبكثرة الأشجار وكثرة المناطق الخضراء فيه، لكن الإهمال الذي كان يعاني منه فقد أو جعل العراقيين أو البغداديين بشكل عام يفقدون متعة أو يعني الفرحة التي تدخل قلوبهم حينما يزورون هذا الكورنيش الذي كان يشيد به جميع العرب أيضا ليس فقط العراقيين. من زار العراق لابد في السنوات السابقة، من زار العراق كان لابد أن يزور شارع أبو نواس وكورنيش أبو نواس أيضا. نعم محمد، يعني إلى أي ساعة يمكن أن يسمح للمواطنين العراقيين المحتفين بعيد الفطر السعيد في التواجد في هذا المكان، جزء من هذا المكان من كورنيش أبو نواس؟ نعم، الوقت مفتوح، يعني لا توجد هنالك محددات. نحن الشباب حينما نتجول أيضا في شارع أبو نواس وفي هذا الكورنيش تحديدا في اليومين الماضيين، الساعة الواحدة الساعة الثانية بعد منتصف الليل، لا توجد هنالك أي معوقات أو أي عراقيل أمنية. ملف الأمني حينما تم تجاوزه كما ذكرت في بدء حديثي، والأمن الذي ستبفي العاصمة بغداد رفع الكثير من الصبات أو الأحجار الخرسانية الكبيرة التي كانت تغلق عدد كبير من شوارع العاصمة بغداد، رفع الكثير من السيطرات أيضا بعد نجاح الخطط الأمنية واستتباب الأمن في العاصمة بغداد، كل هذا فك القيود عن التوقيتات الزمنية والمحددات الوقتية لوجود العائلة العراقية في أي مكان يريدون التواجد فيه. شكرا محمد. الانتشار الأمني في هذا الشارع أيضا وفي هذا الكورنيش كبير جدا.
نعم محمد فراس مراسلنا من بغداد تحديدا من كورنيش أبو نواس، شكرا جزيلا لك.